ورجعنا من الفاصل. ضيفنا وضيفكم النهارده دكتور كريم رضوان، دكتور علاج طبيعي وتغذيه علاجيه جامعه القاهره. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. قصر القامه هو موضوع فقرتنا النهارده، اسئله كتير جدا جدا يعني جات لنا عن الموضوع ده. الاول عايزين نقول قصر القامه ده يعني احنا امتى يتقال على حد انت قصير؟ تمام. هو موضوع قصر القامه فعلا من المواضيع يعني اللي طرحت كتير الفتره ديت، وناس كتير بقى عندها شكوك اصلا من هل هي قصيره ولا لا. طب المفروض الطول المناسب يكون قد ايه؟ فقصر القامه الحقيقي ما يعني ما ينفعش نقول على حد قصير بصوره عامه يعني، لان هو بيبقى موضوع مختلف من بيئه لبيئه او من بلد لبلد. مصر، خلينا هنا في مصر، ان في مصر مثلا متوسط الاطوال عندنا المعترف بيها هي للسيدات حوالي 160 سنتي، وللرجاله بيبقى حوالي 170 175، بيبقى فرنش، ما فيش رقم ثابت يعني نقول عنده ان هو ده الشخص يعني تقريبا كده. اللي فوقيه يبقى عدى، يبقى عدى خلاص. واللي تحتيه ممكن نقول يعني ان هو ممكن بيعاني. اسبابها بقى ايه؟ اسبابها ممكن تكون زي اسباب قصر القامه طبعا بيرجع في الاول وفي الاخر هو الطول وراثه، عوامل جينيه وراثيه. في معظم الشخص دوت بياخد الطول بتاعه من متوسط الطول لعيله الاب، متوسط الطول لعيله الام، هو بيكون حاجه في الافرج بتاعهم، حاجه في المتوسط بتاعته. لكن في الاول وفي الاخر هي وراثه يعني بنسبه كبيره. تمام. وممكن يدخل فيها كمان عامل الاكل او التغذيه بتاعتها. طيب هنبتدي بقى بالاسئله اللي جات لنا كتير جدا. تمام. جدا يعني. هنقول هي اول حاجه جات لنا، انا خلاص دي من ام خلاص ابني بلغ وعايزه اعرف دلوقتي هل كده خلاص طوله وقف ولا لسه هيكمل؟ تمام. السؤال ده برضو شائع جدا. دايما الناس بتربط البلوغ ما بين الطول، يعني تقول لك انا مثلا بنتي بلغت عن 8 سنين او 10 سنين، تبقى خايفه جدا تقول ان هو ده الطول اللي هتوصل عليه خلاص يعني. ولكن الكلام مش حقيقي قوي. البلوغ هي مرحلة عمرية بتبقى في المتوسط بتاعها من 8 ل 16 سنة. والطول ده حاجة تانية، بيكون العظم بتاعنا بيقفل عند سن معين، اللي هي المنطقة اللي بنطول منها اللي هي اللي اسمها الإفيزيال بليت. دي بتقفل عند سن 16 18، أحيانا دي بتبقى إيه بقى، فين؟ ركبة ولا قود؟ موجودة في كل العظم. هي عبارة عن إيه ببساطة شديدة جدا للناس تبقى عارفاها؟ هي عبارة عن حلقة بتكون متكونة من الغضاريف. الشخص لما بيجي يطول بيبدأ يترسب عظم فوق الغضروف دوت من فوق ومن تحت، فالعظم بتزيد في الطول. تمام. العظم دوت بيبدا يتعظم اللي هو يقفل بشكل كامل عند 18 سنه واحيانا 16 و21. فمش معقول ان حد بلغ عند سن 8 سنين نقول ان خلاص طوله وقف، لا هو مفيش علاقه. 8 سنين انت قصدك على البلوغ بالنسبه لبدايه البنات. في بنات بتبلغ 8 و9، البنات الولاد ممكن يوصلوا 12 13 عن كده شويه. معروف ان هو بيبقى اكتر يعني سنتين. عندهم لحد 18 سنه، دي اجابه السؤال. ممكن 18 سنه وممكن اكتر كمان. تفضل تطول، ملهاش علاقه ابدا بالبلوغ. هي يعني مرحله البلوغ بتتميز بالطول السريع، يعني بيكون فيها طول سريع شويه، ولكن ده مش معناه ان هو طولها وقف، لا. هتستمر كمان في الطول. يعني هي الطفره اللي بتحصل هي فتره البلوغ، بعد كده ممكن كام سنتي اللي هو من السن البنت بلغت فيه او الولد بلغ فيه، وكمان 5 سنين يعتبر بعديها. دي كلها رينج. ما زال ان احنا بس مش طول. بنفس القوه يعني، مش بنفس الكذا سنتي مره واحده. بالظبط. طيب ازاي في حاجه طريقه معينه نعرف بيها الطول اللي احنا ممكن نوصل له؟ مفيش حاجه دقيقه قوي من الناحيه العلميه تقول لك هو انا هوصل لطول قد ايه، لان زي ما قلت هو بيبقى معتمد في الاول وفي الاخر على الجينات، متوسط الام والاب. في معادله يعني كانت منتشره على الانترنت او الناس بتتداولها، يقول لك طول الاب بالانش مش بالمتر، والام بالانش، بتجمعهم الاثنين وبتقسمهم على 2 وبتزود عليهم 2.5 انش. بس الرقم ده برضو دي مش حاجه علميه، لان ممكن يكون 2 اخوات، واحد اطول من الثاني ب 5 سنتي او 6 سنتي، هو الاب واحد والام واحده، ولكن في برضو اختلاف. والاقوال المقصوره بتاعت زمان اللي هي الولد لخاله والام بنت لعمتها والحاجات دي. لا لا لا، كلام غير علمي طبعا خالص. لا ما فيش منها اي سلام حاجه علمية طبعا، لان الخال، طب ما هو واحد يكون ليه اكتر من خال مثلا، انا خال فيهم. فالموضوع برضو لا، كلام غير علمي. الطول هو جيني وراسي بحت يعني، ما فيش حاجه بتتدخل فيه من في الكلام اللي هو بتاع الاقوال بتاع زمان. طب في اكلات معينه بتزود الطول؟ موضوع الاكلات برضو دوت من اكتر الحاجات اللي بيبقى فيها خرافات كتير جدا. يعني في ناس تقول لك مثلا اللبن بيزود الطول، في ناس يقول لك الزنك. طب احنا معانا تليفون. طيب ماشي، اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضلي. الو، اهلا وسهلا، السلام عليكم. ممكن اسال الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي، معاكي الدكتور. ام عبد الرحمن من القاهره. اهلا بيكي، اتفضلي. اقول لحضرتك يا دكتور، بقول لحضرتك يا دكتور، هل ممكن ينفع اجيب اللي هو بتاع الطول اللي بيتعلق بين الباب على اساس ان عيالي يطولوا؟
تمام، اللي هو العقله. تمام، احنا هنتطرق للموضوع ده وهنرد على الاسئله على حضرتك. متشكرين، شكرا جدا. اتفضل. احنا كنا الاول في نقطه الاكل عشان ما ننساش، نبقى جاوبنا السؤال ده. بالنسبه للاكل، الاكل زي ما قلت لحضرتك، الاكل المناسب اللي هو الغني بالفيتامينات والمعادن، سواء فيتامين د، سواء الكالسيوم، سواء كل الحاجات ديت، بتكون كفيله ان هي توصلك للطول اللي المفروض توصل ليه جينيا، اللي هو في الاول وفي الاخر زي ما قلنا بيرجع لطول الاب وطول الام، او عيله الاب وعيله الام. لكن مفيش اكله عندها سوبر باور، يعني اللي هي زي سوبر مان كده، برشامه كده اطول، الكلام ده السبانخ بقى ولا نلسنا. لا، الكلام ده كله زي ما قلت بيكون كفيل ان انت توصل للطول بتاعك. لو حصل عندك سوء تغذيه او نقص في العناصر زي فيتامين د او كالسيوم او الكلام ده كله، هيحصل لك سوء تغذيه وهيحصل فيه مشاكل بتاثر على النمو، يعني مش هتخليك توصل للطول اللي المفروض توصل له. طب حضرتك بسط لنا الفيتامينز المطلوبه دي موجوده فين في اكلنا؟ او يعني اللحوم مثلا، فول، مطلوب في ايه؟ هو بشكل عام اللي عندنا فيتامين د، طبعا المصدر الاساسي بتاعه هو التعرض للشمس من 10 ل 15 دقيقه في اليوم. الحمد لله مصر فيها شمس كتير، موجوده. وبيبقى موجود في بعض المنتجات المدعمه بفيتامين د. دايما نيجي نلاقي مثلا الحليب يقول لك مكتوب عليه مدعم بفيتامين د، ده بيحطوا فيه فيتامين د. الالبان برضو بيكون فيها فيتامين د. لو نيجي نتكلم للكالسيوم، برضو منتجات الالبان كلها، السمسم من اكتر الحاجات اللي فيه كالسيوم كتير جدا، والناس ممكن مش واخده بالها منه. فكل المنتجات ديت او متوفر، يعني ممكن بقسماط بسمسم يمشي الموضوع. يمشي الموضوع. بس زي ما قلنا هو مش بيطول، هو بيغنيك بالكالسيوم اللي زي ما قلنا يوصلك للطول اللي المفروض توصل له. طيب نيجي لسؤال الحلقه. الاستاذه النهارده، في رياضات معينه بتطول ورياضات معينه بتاثر؟ يعني مثلا يقول لك هنلعب باسكت عشان يطول، او مثلا ما تخلوش يلعب جمباز. تمام، دي حاجات حقيقيه برضو ولا برضو اقوال؟ لا، خليني اقول لكم حاجه. بالنسبه للرياضات، ناس كتير جدا فاكره ان مثلا رياضات معينه بتطول، زي مثلا الباسكت او رياضات، مثلا في ناس يقول لك على النقيض برضو شيل الحديد بيأثر، والكلام ده كله شائع جدا. طيب الحقيقي ان اي رياضه احنا بنعملها هي في الاول وفي الاخر بتطول الشخص. امتى الرياضه ممكن تكون خطيره وتاثر على طول الشخص؟ مثلا لو بنتكلم على شيل الحديد، مثلا لو الشخص لا قدر الله تعرض اصابه مباشره للمنطقه اللي بنطول منها، اللي انا زي ما وضحت قلت ان هي اسمها الافيزيال بليت، هنا ممكن نقول ان الرياضه دي هتاثر على الشخص. لكن اي رياضه فيها اوزان، فيها حمل، بحمل على العظم، هو بالطريقه ده اصلا العظم بيكبر والعظم بيطول. فاي رياضه هي هتطول، بس زي ما قلت مش بتطولك اكتر من الطول اللي المفروض توصله. طيب نرجع لنقطتنا الثانيه، هل رياضه كره السله بتطول ولا لا؟ الجواب هو لا. هو الشخص طويل، فعشان هو طويل بقى ليه ميزه تنافسيه، فبياخدوه في فريق السله، كره السله بالزبط. ولكن مش العكس، يعني مش واحد مثلا كان قصير يلعبوه كره السله فطول. واكبر مثال على كده ايه؟ ان احنا عندنا لاعبين كتير بيلعبوا في كره السله محترفين في الدوري الامريكي، او عندنا في مصر قصيرين. طيب منين بقى؟ طب هو ده محترف طول عمره وبيوصل لاكبر الانديه، طب ليه ما طولش؟ بالزبط. هو لاعب محترف ولكن مش طويل، ولكن ميزته هي او موهبته هي اللي خليته في المكان ده. فمفيش رياضه، يعني الرياضات مفيش رياضه موحده تطول او تاثر، كل الرياضات مفيده بلا استثناء العقله لصحه. طيب سؤال بقى كل الامهات. طيب نيجي بقى لنقطه العقله. اصل العقله بيعلقوها اصلا في الباب، يعني فدي حاجه سي، عندي ولدي بهعلق العقله وهو كده هيطول. ايوه بالظبط. طيب النقطه دي حلوه جدا. العقله فكرتها بتعمل ايه ببساطه شديده جدا؟ احنا عندنا العمود الفقري بتكون الفقرات بتاعته فوق بعضيها بشكل منتظم وبشكل سلس. في لا قدر الله مثلا بعض الامراض زي الاتب مثلا، زي الانحناء الجانبي للعمود الفقري اللي هو السكليوزيس مثلا، الامراض دي كلها، الامراض دي بتغير شكل الفقرات. يعني بدل ما الفقرات كانت فوق بعضيها بالشكل ده، لا بيحصل فيه اعوجاج مثلا لليمين او اعوجاج للشمال. لو في عندنا مشكله من المشاكل ديت، لما بنيجي نتشعبط في العقله لفترات طويله، طبعا مع تدخل اللي هو لو هو موضوع كبير تدخل جراحي، او لو في حاجه بسيطه يبقى ممكن دكتور العلاج الطبيعي يقوم بدور في المنطقه دي، بيرجع ترتيب الفقرات تاني فوق بعضيها. فالشخص بدل ما كان مثلا واخد جنب كده او واخد انحناء امامي اللي هو عنده اتب او كده، لما يبدا يفرد ظهره يرجع للطول اللي المفروض يطوله، يعني المفروض يوصل عليه. ولكن برضو لازم نوضح، لو الشخص سليم 100% ما عندوش اي مشاكل في الظهر او كده، مفيش حاجه بحد ذاتها تطوله. يعني العقله لو واحد قصير مثلا، او خلينا نقول واحد خلاص العظم بتاعه قفل وفضل ماسك العقله للنهار، هو مش هيزيد في الطول. ولكن لو في واحد عنده مشكله، ده في السن المعين ولا السن بتاع القفل بتاع العظم نفسه؟ القفل الطبيعي بتاع العظم، هنا خلاص يعني مع العقله مش هتعمل حاجه، غير ان هي هتصلح لو في زي ما قلت تشوه في القوام. هنا ممكن يكون ليها دور مهم. طيب سؤال تاني، امتى الام تلاحظ ان هي ابنها عنده قصر قامت؟ وتتصرف ازاي؟
طيب ده سؤال جميل. اول حاجه الام ازاي تلاحظ الموضوع ده؟ طبعا من ساعه الولاده، يعني في المعظم في البدايه اول ما الطفل بيتولد الدكتور بيبدا ياخد طوله، بيبدا ياخد الوزن بتاعه، بيبدا يقول للام طوله كذا ووزنه كذا. الام بقى دورها طبعا دي بتبقى عند اكتر حاجه الجدات بقى الخبرات عندهم، هنرجع لهم اهو انت بتشرح الكلام. يبداوا يلاحظوا ان الطفل مثلا طوله مش متناسب مع عمره. يعني الام مثلا تقول لها انت خلي بالك هو كده المفروض يبقى في الطول ده، دي جاتها من الخبره. ولكن من الناحيه العلميه هو بينزل في جدول بتبقى منزلاه طبعا دكتوره الاطفال انا بشوفها، وفي بينزل على كمان ممكن الام تشوفه من على الانترنت عادي. جدول بيكون فيه عمر الطفل وبيكون الطول اللي المفروض يكون عنده في المتوسط ده، يعني في العمر مثلا. وعلى فكره الجدول بيبدا من تاريخ 0 مانث اللي هو يعني لسه مولود، وبيبدا ماشي 1 مانث وكده لحد ما نوصل لسن البلوغ. هنرجع حاجه تاني، معانا تليفون ام جانا. استقبله. اهلا وسهلا. بقول لك الاسئله كتير النهارده، اتفضلي حضرتك معانا، اتفضلي سؤال حضرتك. اشكركم على البرنامج اللي انت بتقدمه. الله يخليكي. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. ابني عنده 14 سنه بس بحس ان هو عنده قطب كده وطوله حلو بس عنده قطب كده شويه. تمام تمام، الدكتور هيجاوب حضرتك على السؤال، ميرسي جدا. دي برضو النقطه اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها. هنرجع بس الاول لحته ان ازاي الاحظ ان ابني كذا. تمام. جدول خلاص احنا بنروح الجدول ده بيبقى نازل فيه العمر. الام بقى تبدا تتابع الطفل بتاعها من سن صغير. هي مثلا ملاحظه ان كل الاطفال مثلا في الفصل تقريبا طول واحد وابنها قصير جدا. هنا بقى ممكن تلاحظ ان في مشكله في نمو الطفل ده. اول خطوه لازم تعملها ان هي توديه لدكتور غدد صماء، يعني ده الدكتور المتخصص عن الغدد، وهي الهرمونات اللي هي بتاعه النمو الخاصه بيها المسؤول عنها دكتور الغدد. يبدا يفحص الهرمونات بتاعه النمو، يبدا يفحص هرمون التستوستيرون، هرمونات اللي هو جروس هرمون، كل الهرمونات ده زي ما حضرتك كنت قايل في الفيديو على اليوتيوب ان هو بنشوف مزبوط. الصوره بتاعه الاطفال اللي بيصوروها كل سنه مع اقرانهم في مزبوط. المدرسه. أيوة. وبنبتدي نشوف لو كان طوله قصير شويه دي بتبقى اوضح حاجه. بالظبط كده. بتبدا تلاحظ ان في حاجه غريبه وهو لسه فلازم الام تكون عندها ليها قوه الملاحظه من سن صغير عشان تلحق الطفل من سن صغير. لان زي ما قلت لو وصلنا لمرحله التعظم اللي هو العظم قفل للاسف الدكتور هيبقى التدخل بتاعه صعب جدا، ممكن ندخل في عمليات جراحيه كنا ممكن نلحقها من بدري. فلازم الام يكون عندها قوه الملاحظه عشان تلاحظ دوت من سن دكتور غدد صماء ده مزبوط. اول دكتور ده اول الطريق ليها. وهو أيوة. بقى يبتدي يبدا يوجهها بقى لو عنده مشاكل مثلا في العمود الفقري او عنده حاجه بيبدا يبعتها لدكتور عظام او دكتور علاج طبيعي يصلح التشوه من القوام اللي عنده دوت. وبيبدا ياخد المسار بتاعه ويتعالج وبيوصل للطول بتاعه الطبيعي. وعندنا مثال مشهور جدا لكده ميسي اللاعب في برشلونه كان عنده بيعاني من مشاكل هو لسه قصير بس ما عملناش بس اتلحق يعني لو كان هيبقى اصلا من كده كان هيبقى اصلا من كده. برشلونه اهتمت بيه وديته للدكاتره المظبوطين وبدا يهتم بيه والهرمونات وصل للطول. لو ما كانش اتلحق في السن ده كان هيبقى اصلا من كده بكتير جدا. لحد سن كام يعني من بعد كام خلاص ما فيش امل؟ لا ما فيش حاجه ما فيش امل، بس هو الفكره كل ما كان بدري كل ما كان افضل. يعني كل ما كان في سن ابتدائي مثلا الام بتلاحظ دوت من سن صغير جدا، تحس ان ابنها قصير جدا بمقارنه بكل الفصل. فهنا ممكن يعني تتوجه بسرعه لاي مستشفى عامه. طيب. الدكاتره طيب في حاجه مثلا تخلينا ممكن ناخد تليفون الاول بعدين اسال حضرتك السؤال. اتفضل يا استاذ عماد. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل حضرتك سؤال حضرتك. لو سمحت ممكن اسال الدكتور حاجه، هو هرمون النمو بيتقاس وبعد كده بيتاخد ولا هو نظامه ايه؟ حضرتك فاهم السؤال؟ تمام. هو بيسال هرمون النمو النسبه بتاعته ولا تقصد ايه بالظبط؟ هو عباره عن تحليل دم وبعد كده الواحد بياخده لو طلع ناقص ولا ايه بالظبط؟ التوجه صحيح يعني مظبوط. هو تمام شكرا لحضرتك. الهرمونات بتاعه النمو اللي مسؤول عنها هي الغدد بتاع خصوصا الغده النخاميه البيتوتري جلاند، دي اشهر واحده مسؤوله عن الهرمونات كلها او اللي هي اللي بيسموها ام الهرمونات كلها اللي بتطلع كل الهرمونات. ده طبعا زي ما قلت لحضرتك دكتور الغدد الصماء بيبدا يوجهها يعمل لها تحاليل الجروس هرمون وبيبدا يعرف نسبته قد ايه موجوده في اللي الدم. اللي هو هرمون النمو اللي كان بيسال عليه استاذ. ايوه بالظبط، اللي هو الهرمون النمو اسمه الانجليزي جروث هرمون. هو لو لقى ان النسب ديت منخفضه بيبقى ليه حقن. ولكن لازم يكون النسب بتاعته منخفضه. لان لو النسب عندنا طبيعيه او النسب خلينا نقول يعني خلاص كده هو مش محتاج وخدها
هنا هتسبب له مشاكل اكتر، يعني بتسبب ضخامه في الاطراف، بتسبب ضخامه في المراخير، بتسبب ضخامه في كل حاجه تقريبا، وبيبقى ليها اضرار جانبيه، لان ممكن مثلا واحد يقول انا ابني المفروض طوله كويس بس عايز يديله برده حقنه جروس هرمون، فالموضوع ده خطير يعني. لازم يكون تحت اشراف دكتور زي ما قلنا، دكتور غدد صماء هو اللي يحدد هو محتاج قد ايه ونسب قد ايه والجرعه بتاعته قد ايه، لان الموضوع مش طيب. معانا برده مكالمه تليفون، اتفضلي. اتفضلي سؤال حضرتك، اهلا بيكي. اختي قصيره كده، هي السنه سته بس قصيره جدا. طيب تمام، وصل لنا السؤال. حاضر الدكتور هيجاوب عليه، متشكرين حضرتك، ميرسي. انا بس كنت عايزه اسال حاجه، اللي هي الاتب اللي كانت المكالمه اللي قبل دي. تمام. في اشكال معينه بتخلي الشكل يا يعني طول باين قوي ان هو لا احنا ناقص لنا في حاجات نعالجها، يعني تقصدي ازاي الشخص يكتشف وعنده مشكله مثلا ولا لا، او مشاكل في الرجل، ساعات بالرجل بيبقى فيها تانيات مثلا، في ناس بتبقى ماشيه كده في العمود الفقري بتاعها. بالظبط. طيب بالنسبه للمشاكل بتاعه القوام اللي هو اللي فعلا بتاثر على الطول، دي ممكن الام تلاحظها زي المتصله اللي لاحظتها ديت، ان ابني مأوتب، وده بيكتر قوي في سن اللي هو المراهقه، سن البلوغ، وخصوصا كمان السيدات او البنات اللي لسه بالغين جديد. طبعا بيبدا يحصل ليهم تغيير في جسمهم، فيسيولوجي وكده، مثلا الصدر يبدا يكبر، بتبدا عندها احساس بالخجل، مكسوفه دايما، تلاقيها دايما ماشيه حاطه دفتر على صدرها، دايما ماشيه منحنيه بالشكل ده، عشان تخبي اللي هو التغير الفسيولوجي اللي طبيعي جدا وبيحصل، بس عشان يعني قله الوعي شويه، هي مش عارفه ان ده تغيير طبيعي، والبنات كلها بتمر بده، فبتبدا تاخد الوضع ده، الوضع دوت لفترات طويله، او القعده قدام مثلا مذاكره او القعده بالظبط حاليا، قعده الكمبيوتر لفترات طويله، او الموبايل بشكل غلط لفترات طويله، ده كله بيبدا يعمل مشاكل في العضلات، تبدا في عضلات من قدام عندنا بتقصر، وفي عضلات على النقيض في الظهر بتبدا تكبر، ونبدا بقى نشوف المشاكل اللي بنشوفها في عيادات العلاج الطبيعي، من اتب، من انحناء في العمود الفقري، من الكلام ده كله. في الكلام ناس بتبقى عامله زي الزجزاج كده بالظبط، ده بيسمى اس شيب او سي شيب في العمود الفقري، ده بيكون اسمه العلمي سكليوزس، وبيبقى ليه مرحلتين، سواء كان سي شيب زي ما قلنا او اس شيب، يعني حاجه اطول، مرحله اكبر. العلاج بتاعها سواء كان كيفوزس او كان سكليوزس، الدكتور بتاع العظام بيبدا يشوف، يقيم الوضع عامل ازاي، وبيبدا يحوله لدكتور علاج طبيعي، يحط له الخطه العلاجيه اللي بيكون الاساس بتاعها تقويه العضلات. اسبابها ايه؟ يعني ايه اللي بيخلي العمود الفقري شبه الاس كده، حرف الاس او السي زي ما حضرتك بتقول؟ السبب بتاعه السكليوزس ليه اسباب كتير جدا، ولكن معظم الاسباب بتاعتها في للاسف هي انون، يعني ممكن نقول حاجات بتودينا لكده، بس ما اقدرش احط ايدي على نقطه اقول ان هي دي السبب الرئيسي. الحاجات ايه اللي ممكن تسببها؟ يعني عظم ناقص، حاجه راكبه على حاجه، الحاجات اللي بتقول لا لا لا، دي ممكن يكون بقى تشوه ساعه الولاده، ودي الام بتلاحظها من ساعه الولاده، لكن واحد كان طبيعي طول عمره وبدا يجيله اللي هو الاتب، او يجيله الانحناء الجانبي في العمود الفقري، دي ليها اسباب، مثلا ممكن الوضع الخاطئ لفترات طويله، الناس اللي بتشيل الشنطه على جنب واحد، فدايما الكتف بتاعها اللي هي شايله عليه الشنطه ترفعه لفوق عشان تعادل وزن الشنطه. يعني الحاجات دي ممكن تحصل حتى بعد مرحله البلوغ. ايوه طبعا طبعا طبعا، ممكن تحصل في سن كبير خالص. واحد بيستخدم ايد لفترات طويله مثلا، والايد الثانيه بيبدا يرفع الكتف ده، فمع الوقت العمود الفقري بيبدا يحصل فيه انحناء، والعضلات بتبدا تقصر في الجنب اللي هو عمال يرفعه دوت كل شويه، والنقيض في الجنب الثاني بيبدا يطول، يعني بيبدا ان العضلات يحصل فيها اطاله، وبيسبب له بقى هنا الالم. تلاقي عيان جاي يشتكي مثلا في العياده عندنا، عياده العلاج الطبيعي، يقول لي يا دكتور انا الالم عندي عند لوح الكتف، يعني المنطقه بتاعت لوحه الكتف ديت فيها الم جامد، او يا دكتور انا رقبتي بدات توجعني. الرقبه ديت لما بنيجي نبدا نفحص ونشوف الشخص دوت العمود الفقري بتاعه عامل ازاي، ونبدا نشوف منظر من جميع الجهات، بنبدا نعرف ايه العضلات اللي حصل فيها تشوه، وبنبدا نحط الخطه العلاجيه على حسب الحاله نفسها، لان مفيش حاجه واضحه او حاجه ثابته لكل الحالات. احنا لازم نرجع نفحصه، نتكلم مع العيان، نشوف التاريخ بتاعه عامل ازاي، الشنطه كان بيشيلها غلط ولا لا، وعلى اساسها بنبدا نحط الخطه العلاجيه. طب بس. احنا كده اسئلتنا يعني لسه ما خلصتش طبعا، واضح ان في مكالمات كتير واسئله كتير كلهم. ان شاء الله تشرفنا حضرتك مره ثانيه، وتشرفنا بحضرتك جدا، شكرا جدا لحضرتك، استفدنا حقيقي جدا. وانا اكملك بقى بقيه الاسئله بره بعد كده، احنا هنسال حضرتك على شويه حاجات. ممكن الناس برضو اللي عندهم اسئله بيتفرجوا على قناه في العظم على اليوتيوب، هيلاقوا فيها حلقات كتير جدا، حطينا تحت في الشريط ان حضرتك تابع قناه في العظم، بقدم فيها محتوى طبي كتير، ممكن هيفيدهم كتير. وهي هايله بصراحه، انا اتفرجت عليها وعلى كذا حلقه. شكرا جدا لحضرتك، متشكره جدا تشريفك. الله يكرمك يا رب. ان شاء الله نقابلكم الاسبوع الجاي على خير مع فقره كويسه. ميرسي جدا ليكم، باي باي.